السلام عليكم. كما كتلاحظوا معنا هذه باب ديال السطح، خارجه ديال السطح، كنقولوا حنا باب ديال السطح او الضاله فوقانيه. شدينا لا بلافو، ضربنا لا بلافو، غادي نعمل واحد الديكور هنا اللي هي شي حاجه اللي غتجي مزيونه في هاد الطليعه. كما كتشوفوا هاد الماكينه ديال الكليمه، هنا كيتجمعوا داك الطوبز ديال الكليمه، كليماتيزو المكيف. هنا خليناها خاويه باش كنركبوا واحد الطابه ديال الالومنيوم باش ملي كيوقع شي عطب في المكيف الماكينه تقدر تزول وترجع، يعني هذه مساله ضروريه. البلاصه اللي كيكون فيها الماكينه حقاش كيوقع فيها الساعات كيبدلوا لها شي مسائل خاصها تبقى خاويه. حنا ضربنا بلافو وربعنا واحد الكولوار صغير مربع سديتو باش كنلصق واحد طابه ديال الالومنيوم بيضاء وكتجي فحال بلافو كتزول وترجع باش بلا ما كيتاذى القبس بلا ما كيتضرر. وفي هذا المكان هذا غادي نعملوا واحد الديكور تبعو معنا صافي. معنا ضربت واحد اللاكس هو هذا وقسمت اللاكس ديالي في الوسط، دورت واحد الدورة هنايا فيها 43 لاكس، خليت واحد 60 سنتيم هنا غندور 43 اللاكس عاود اللاكس 43، يعني الدورة كاملة 6 8. نجيو كيشوفو الباطو وهنا عاود كذلك. دابا شفتو الخوص كيفاش قطعنا ديك الهلالين ديالنا، الشكل ديالهم كيفاش جاو. هاديك الصندوق عاتقة هنا، دابا غادي ندورو لهم الدورة ديالهم. ما هاديك ضربنا 43 اللاكس، الدورة كاملة كتعطينا 86. هاديك الدورة الطروفة اللي قطعناهم ما سيبناهمش كيما كتلاحظو، هادو غادي نقدموهم في نفس الوقت غيجيو طالعين. هادي العجنة ديال التعمير تكون زايدة.
هذيك قلنا الخص ما عاد تكون ديك الصندوق هذيك الكليمة غتلصق واحد الطاب هاد الالومنيوم عاد تجي بيضة تجي فحال بلافو مبقاش باش حتى لو وقعت شي حاجة تما كتزول وترجع. وهذا هو الديكور ديالنا الخص. هاديك الهلال هاديك الهلال كامل كيجي داير فيه الليد إذا أض الليد ولا بغا الإنسان يزيد شي سبورطاس معاه. شوفو مين كتعلي عينكو طالعة الدرج الأخيرة ديال الخرجة ديال السطح مكنصلح جوا السطح بينا هو هادي الطالعة ديال الدرج الداخلة ديال الغرفة.